عندك أيام قليلة قبل انطلاق الكان. تفضل. أهلا بك كمال، إن كنت في الاستماع. أيام قليلة. تفضل. نعم زميلتي ابتسام، كما تفضلت وقلت قبل أيام قليلة عن انطلاق الدورة 32 من كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها هنا العاصمة المصرية القاهرة. كما ترين هنا مجموعة من الشباب المصريين، سنحاول أخذ آرائهم حول المنافسة أو الدورة التي تحتضنها مصر. بداية معنا هذا الشاب الذي هو من مناصري نادي الأهلي، هو غاضب لأن الدوري توقف بسبب كأس أمم إفريقيا، لكن لا بأس، سيحدثنا حول هذه الطبعة. انتوا كمصريين استقبلتوا، كيف استقبلتوا يعني تنظيم كأس إفريقيا بمصر؟ هو الحكومة عندنا ظبطت الاستادات كويس جدا ومظبطين النظام قوي، وعشان لما الناس تيجي في القاهرة وكده يبقوا حاسين بالأمان، لأن هم في مصر لازم يحسوا بالأمان وكده. توقعاتي في البطولة والناس اللي هتوصل وكده، أنا شايف إن هي هتبقى بطولة قوية جدا. مصر هتوصل للدور الثمانية، بس هيبقى فيه منافسة شديدة بين أنا متوقع إن المغرب ممكن توصل لدور الثمانية ودور الأربعة كمان. متوقع إن تونس ممكن تاخدها بجدارة، إن منتخب تونس منتخب قوي جدا. أنا أهلاوي بس شايف منتخب مصري يعني شوية ضعيف. طب وش تقول للجمهور الجزائري راه يشاهد فيكم اللي جايين القاهرة، أنتم كإخوان مصريين وش تقولوا لهم؟ أنا بقول لكل الجزائريين يعني مصر بلدكم الثاني، تقدروا تشرفوا مصر في أي وقت، وأنتوا كجزائريين احنا بنحب الجزائريين جدا. سوء خلاف حصل فيما سبق فده هيتشال خالص، لأن احنا مصريين طبعنا أصلا احنا بننسى أي حاجة، وشعب طيب، فأنتوا إخوات لينا، ومصر هتبقى أمن وأمان ليكم، ما تقلقوش. شكرا. سنحاول ربما أخذ انطباعات أخرى هنا في هذا الشارع، كوبري النيل هكذا يسمى، الذي يعج بال تعال في ربنا ثم محمد صلاح إن شاء الله. طيب. وإن شاء الله البطولة دي مصرية. أنت متفائل كثير يعني؟ قلت. أنا متفائل طول ما موجود محمد صلاح. بإذن الله طول ما محمد صلاح موجود البطولة دي مصرية. طب رأيك في المنتخب الجزائري والجماهير الجزائرية؟ لا أنا ما أعرفش، أنا بقول أنا بتكلم على منتخب مصر. يعني لو ما أخذتهاش يعني المنتخب المصري مين هياخدها؟ المنتخب مصر إن شاء الله. مصر. هو هكذا تفاؤل مفرط لدى بعض الجماهير، وفي حين البعض الآخر ربما.